بالهنا والشيف. انا عايزاك تخلص العكاوي دي كلها عشان اقرا لك الطاجن. ايه ده؟ انت بتعرفي تقري طاجن العكاوي؟ طب ده انا بعرف اقرا طاجن العكاوي بالبصل وطاجن الباميه بالدان. طيب يا ستي الطاجن قدامك اهو. المستقبل قدام. ملحوظ؟ لا ده ملعلت كده. هتقابل واحدة ست هتغير حياتك. دي بصل. أيوة أصلها ست بنت بلد على أبوه. طيب بص يا ستي أنا راجل عادل عاوز أجي معاكي سكة. وأنا بموت في الراجل العادل. حلو ده. بص يا ستي. لا اتعدل وقول عايز ايه وخلصني. انا قصدي يعني ها يعني عمو عبد الله في حاجه مهمه. ايه في ايه؟ ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ما تعملش حاجه. ايه يا بت في ايه؟ قاعده برغنه وسعب فيها حاجه دي؟ انت ايه اللي دخلك من غير اذن؟ المركب اللي جايه من ايطاليا عليها الاستاذ منير. نعم الاستاذ منير ده رئيسك المباشر، تروح تبلغيه وهو يجي يقول لي في ايه. اتفضلي. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. اللي احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سي عبدو. هو موضوع يعني كنت عايز اقول يعني قول يا اخويا. انا مرارتي ضيقه ما تستحملش. لا الف سلامه على مرارتك. ايه رايك في ورقتين عرفي وتنوري شقه المهندسين؟ لا بطلته. هو ايه ده اللي بطلتيه؟ العرفي بيجيب مشاكل. حلو قوي. يغوروا الورقتين وبرضه تنوري شقه المهندسين. اصل انا يا اخويا ماليش في الشمال، ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال. ما عطلكش. لا استني بس، رايحه فين؟ وحلها ازاي دي؟ تتحل بالمأذون والفرح على سنة الله ورسول، وما تطبقش في الوجع كتير، مش كويسة على الكولون. فوتك بعافية يا سي عبدو. أنا ما كانش ليا تومية أبدا النهاردة مع الكرومب. مستر منير في حاجة مهمة جدا عايزة أقولها لحضرتك. إيه الريحة دي؟ إيه يا أنسة؟ إيه مش في باب بتخبطي عليه؟ معلش حضرتك أصل الموضوع خطير بس الريحة أخطر. إيه ده؟ وبعدين وش حضرتك أحمر كده ليه؟ مضغوط يا أنسة مضغوط، ضغط الشغل عندي هيعمل انفجار. كان الله في العون يا فندم. خير؟ ايه الموضوع الخطير؟ اصل حضرتك وانا بحضر الملف اللي حضرتك طلبته مني لاحظت ان وزن الحموله اللي هننقلها على المركب اللي جايه من ايطاليا اكبر من طاقه المركب نفسها. ده غير بقى ان الارصاد محذره ان الجو منقلب في المايه، يعني لا قدر الله ممكن المركب تغرق بالبضاعه اللي فيها. لاحظتي؟ انت هنا ما تلاحظيش يا نسا، انت هنا تعملي اللي اقول لك عليه وبس. ودلوقتي يلا اتفضلي على مكتبك جهزي الفايل اللي قلت لك عليه بسرعه، الناس جايه كمان نص ساعه. طيب حاضر. ارجوكي أرجوكي. مستر منير مستر منير. ايه ده؟ حاجة مهمة. ممكن حضرتك بس تكلم الناس بتوع الصيانة عشان التكييف عندي بينقط مية، وبعدين واضح إن المجاري ضربت هنا عند حضرتك في المكتب، ده ريحة طالعة لغاية برا. لا ايه ده؟ ايه ده دي بتزيد بتزيد. يا ساتر يا رب. طب ركب شفاط يشفط. هركب هركب. يا عيني. أرجوكي اتفضلي أرجوكي. ايه ده؟ واحد ما يعرفش يفرفش في مكتبه ابدا. استاذ منير بقول لحضرتك العملاء وصل وعايز الملف ضروري. حاضر حاضر قول له حاضر قول له حاضر. يا رب انا مش عارف اشتغل، انا مش عارف اشتغل من البتاع ده، انا زهقت خلاص مش عارف اشتغل. يا رب اعمل ايه؟ Thank you.
يقرفك. ايوه هو ده. اه ماشي، وحياه امي لاجيب اخرك. ويلكم تو ايجيبت، وي ويل ستارت 5 مينتس اونلي. يو هاف كوفي؟ كوفي يس اوكي. مستر عبد الله. نعم. كويس ان هم قاموا. عايز اقول لسيادتك على حاجه قبل ما نبدا. دلوقتي الحموله مالها؟ وزنها اكبر من طاقه استيعاب الباخره، ودلوقتي الجو كمان مش مضمون، يعني لو حصل اي تقلبات في البحر لا قدر الله ممكن الباخره تغرق. اسمع منير. ايوه. احنا مالنا؟ مش اول مره نعمل الشغلانه ديت، وبعدين يا اخي فرق الوزن ماله مش كبير قوي للدرجه دي. ثم ما تنساش ان العملاء بتوعنا مالهم متعودين على ان مواعيدنا مظبوطه، مش عاوزين نخسر الميزه دي. ها؟ تمام. بلاش تتكلم عربي كتير لانه شكلهم ولاد قرود بيفهموا عربي كويس، اوكي؟ شوف لي بس موضوع الملف اخلص. حالا. ايوه. بلاش ايوه، بقول لك بيفهموا عربي. اه طبعا ويلكم. شوفوا لي شريهان فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين دول؟ دول ولا اشرف والبنت نهى بيعملوا لنا خبياتهم. ولا شيل ايدك يلا. الشركة دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. ايجيب كوفي، في غامق فاتح. ما تشوف لنا يا ابني الملف، انا قررت خلص الانجليزي اللي اتعلمته كله. بص انت دوقته خالتي. خالتي ايوه يا خالتي. عايزه ايه خالتي دلوقتي؟ كنت عايزه اقول لك على حاجه كده حصلت بيني وبين سعد دل. خير يا خالتي؟ خير خير، زي ما تقولي كده. في بيني وبين سعد دل وان شاء الله عن قريب هتسمعي اخبار حلوه قوي. انا قلت يا خالتي دخلتك على الراجل بالطواجن دي فيها ان عشان عمرنا ما شفنا منك طواجن ولا شمنا حتى ريحتها، صح؟ ايه يا بنت، ايه المشكلة يعني حتى لو اتجوزت؟ لا لا يا خالتي مشكلة طبعا، الناس دول هيفتكروا ان احنا داخلين على طمع. انا مش قلقانة من الراجل الطيب، انا قلقانة من بيته السماوية اللي عاملة لنا فيها كل سابة دي هتقرفنا. انا ما لقحتش جدتي على حد، هو اللي عايز وهو اللي شاري. ايوه ايوه ايوه، تفضلي تقولي لي بصي بقى وهو اللي شاري وهو اللي مش عارف ايه. لا يا خالتي الموضوع ده مش هينفع، لازم لما اجيلك نقعد قعده ونعرف هنعمل ايه. فاكره عم محمد اللبان قعدتي تقولي لي بصي بقى وبيموت فيا ومش عارفه ايه، وكان عنده بنت سماويه وكانت مقرفه وهي اللي شلوحتني في الاخر. اه 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 مساء الخير يا عمو. مساء الخير يا حبيبي. شريهان ثواني، والملف يكون جاهز عند حضرتك. حالا الملف جاي يا فندم. ويلكم. مساء الخير. بس معلش، هو الجيم اللي هنا فين؟ عشان بس عايز اضبط الباي والتراي. اوف يا لهوي، انت بتعاكس هنا؟ انا عضو هنا، انت بتحرجني. معلش الجاكيت عامل شغل يا سيف، مش ممكن شغل. ايه شكل انت جاي تخطف طفل؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ طب طالما مش عايز نعاكس بنات، عايز نعمل ايه؟ جايين نادي نعمل ايه يعني؟ انا عايز افهم. جايين عشان نلي. ما بتردش عليا في التليفون من امبارح وحاسس انها زعلانه، اكيد زعلانه عشان ما لقيناش اللابتوب بتاعها. طب ما احنا يا كيوت يا اموري يا عسوله قعدنا قلبنا العربيه ما لقيناش حاجه. يا كيوت يا امرايه الامرايه، لو كنا دورنا تحت الاستبني كنا هنلاقيه. وازاي كنا هندور تحت الاستبني؟ احنا مش عارفين نشيل الاستبني اساسا. اهو كنا اتصرفنا احسن ما تزعل. ومن انت بيفرق معاك زعل البنات اساسا؟ وانت مش ورا البنات ده مالكش فيه اساسا. مين اللي قال لك؟ لا ليا فيه طبعا. ايه اللي ماليش فيه؟ لا فيه طبعا. انا كويس جدا. بس هي عشان زميلتنا في الجامعه. زميلتنا في الجامعه؟ لا ده انت رخم قوي، انت رخم يا شريف. في ايه؟ لو عايز تهزر قول لي عشان ما اجيش انا هنا يا شريف، ما تهزرش معايا. انت وقعت؟ من ايه؟ انت حبيت هالة؟ انت قديم يا شريف. اوعى يا شريف، انا بعرف يا شريف ما تلمسنيش يا اخي. قلت لك يا نهار اسود. ايه ايه؟ امن النادي؟ امن النادي؟ ياسمينة جاية. امن النادي ايه؟ واحنا ناطين من على السور. ياسمينة. مين ياسمينة دي؟ واحدة كنت ماشي معاها زمان. دي جامده قوي، جامده قوي قوي قوي. ايه ده؟ لا ولسه بقى لما تيجي تشوف بقى انا هعمل ايه. هاي ياسمين ازيك؟ هاي يا سي زفت. ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ انت ليك عين تيجي نادي برجليك؟ انا؟ ده اللي انت عملته معايا امبارح.
امبارح ده؟ عملت ايه معاها امبارح؟ انت بتعمل معايا ايه دي؟ عملت ايه والله؟ انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. استنى، عمل ايه؟ في ايه؟ انت عملت شير للصور القديمه بتاعتي على الفيسبوك؟ ايه انا؟ هو لو في مشكله في الصور القديمه حضرتك وعايز نحط لك صور جديده اديها لنا وهنحط لك صور جديده على طول يعني. لا انت ممكن تخلص خلاص، ما حدش كلمك اصلا. انت بتضحك على ايه؟ بتهزقك انت؟ ايوه صح. انا ما شيرتش حاجه. امال مين اللي شير الصور دي؟ مين؟ مش ده الاكونت بتاعك؟ اه. يبقى مين اللي عمل شير؟ مين؟ صدق انك حيوان. اه حيوان. ايه حيوان؟ ايه اللي حصل؟ الشنطه بتوجع قوي. ايوه طبعا السوسته جت في درستي. معلش سلامتك حيوان. ما تمسنيش يا شريف، ما تمسكنيش. قلت لك يا اخي اوعى بقى يا اخي. الله بجد انا ما صدقتش نفسي لما شفت الصور.